سارة من العراق. يا سارة. السلام عليكم شيخ. سلام الرحمة يا سارة، تفضلي. والله يا شيخ الجد احنا نحبك هنا بالعراق. الله يسعدكم يا أهل العراق والحجية وزوجي وكل البيت يخصونك بالسلام. الله يسلم وعليهم السلام ويسلمهم من كل أذى. شيخ بس عندي سؤالين إن شاء الله ما أطول عليك ولا على المتصلين اللي بعدي. السؤال الأول عن صلاة الوتر. يعني كم ركعة ولها ساعة يعني مخصصة لو كل يعني المهم أن لا كم ركعة، واحدة ثلاث خمسة مثل ما تريدي، لكن المهم أن تكون قبل الفجر أو قبل النوم. واضح؟ أبو هريرة كان يقول أوصاني خليل النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. ليه؟ حتى ما يدخل عليه الفجر. فإذا أنت كنت ممن يستيقظ قبل الفجر فهنا أفضل، وإذا أنت تخافين إذا نمتي فقط تستيقظين على أذان الفجر فلا أوتري قبل أن تنامي أفضل. السؤال الثاني إن شاء الله إن شاء الله تمام. والسؤال الثاني الحجية تريد تروح حتى للعمرة والفلوس تسوين يعني إقساط. ها؟ إقساط الفلوس تريد تروح للعمرة بس الفلوس مو كاملة، إقساط تريد تقسطها يصير لو لا؟ إذا يعني كان إذا كان المبلغ هين أولا لا يكلف الله نفسا لا وسعها. إذا ما معها فلوس ما في داعي أن تكلف نفسها دين فوق طاقتها لتذهب لبيت الله، فهذا الله عز وجل رفعها عنه جل وعز. هذه العمرة أول مرة ولا ثاني وثالث مرة؟ لا والله أول مرة. إيه أما إذا كان المبلغ بسيط وسهل علمتي مما يقضى فلا بأس إن شاء الله إن شاء الله. سؤال الثالث ولا خلاص؟ ها خلاص؟ اي شيخ اسمعك ان شاء الله ان شاء الله تم والله يبارك فيك آمين. ويخليك ويطول بعمرك وينور هذا البرنامج اللي فتحته علينا وعلى امه محمد. امين يا ساره. الله يسعدك. وسلامي للوالده خصوصيا، الوالده بتسلم عليها وتقول لك بارك الله فيك على هذه الذريه الصالحه وان شاء الله يا ربي تقدم ولا تقدم وتمن تالق لا تالق يا البرنامج. امين يا ساره. وأهل العراق كلهم يسلمون عليك. الله يسلمهم. الله يسعد العراق.